هو المسؤول على إنتاج النقود في النظام الإسلامي، أم هي بنوك خاصة؟ يعني مجموعة من الأسئلة التي تمس الاقتصاد الكلي. فالواقع أن أهمية الاقتصاد الجزئي لا تقل عن أهمية الاقتصاد الكلي، ونحن نحتاج إلى متخصصين في دراسات في هذا الميدان ومتخصصين دراسات في الميدان الآخر. فليست هناك أولوية في الحق، الأولوية هي في البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي. والآن يمكن نقول أننا انتقلنا إلى مرحلة البحث في التوازنات الاقتصادية، أننا مرينا من مرحلة البحث في العقيدة ثم مرحلة البحث في فقه المعاملات، والآن دخلنا في مرحلة البحث في النماذج التطبيقية في الاقتصاد الإسلامي. النماذج التطبيقية يمكن توزيعها إلى عنصرين: أول المؤسسات، وهناك 6 مؤسسات الآن مالية إسلامية يقع دراستها، البنوك والتأمينات والزكاة والوقف وشركة الاستثمار وصندوق الحجم، هذه كلها مؤسسات يقع دراستها والاجتهاد فيها وفي معاملتها. وهناك المستوى الثاني بموازاة مع المؤسسات، وهي التوازنات الاقتصادية، سواء التوازنات في مجال الإنتاج النقود في الاقتصاد الإسلامي أو التوازنات على مستوى الاقتصاد الجزئي وعلى مستوى الأسعار والتضخم أو على مستوى الاقتصاد الكلي في مجال التوازن الميزانية للدولة أو التوازن في بين العرض والطلب إلى آخره. فهناك الآن مجموعة من الاقتصاديين المتخصصين في الميدان الرياضي والذين يحاولون تقديم نماذج رياضية تعبر عن الآثار الانعكاسية لاقتصاد منطلق من نسبة فائدة صفر. وهذه نماذج رياضية أحيانا تدرس في جامعات في ألمانيا مثلا، في جامعة أخرى أو في كامبريدج في جامعة إنجليزية. فهناك باحثين مسلمين يتخصصون في الدراسات الإسلامية، ولكي يكون الخطاب مشترك مع مؤطرين فإنهم يعبرون عن البحث ديالهم من خلال إنتاج نماذج رياضية يدخلون فيه الفرضيات الإسلامية ويعبرون عن النتائج من خلال النماذج التي يقدموها. وهذه الأبحاث لا شك أنها ستساعد في تقدم الفكر الاقتصادي العملي والتطبيقي والنظري بشكل موازي. بالنسبة حقيقة لكتاب ملك الكتاني، أنا كنت شغوفا به وكنت يعني وكتبت تقديم لكتابها نشر في كتابها رحمة الله عليها. حقيقة بالنسبة لي إنسانة تدرس في اختصاص القانون قدمت كتابا جيدا، وكان مؤطرها من الأساتذة الكبار والأستاذ العلم. الواقع أنه فتقولون أن هي ركزت على ثلاثية البحث الرزق والكسب ومعدل الربح. هو يمكن من ناحية المنهجية أن يختار هذا الثلاثي، يعني هو ليس هناك منهج مثالي للبحث، ولكن هو اختيار أحد المناهج. يمكن أن نختار هذا الأسلوب الثلاثي، ويمكن أن نختار أسلوب آخر عن طريق اختيار مثلا أو التفكير على مستوى ثلاثي آخر: نظام الملكية، نظام التوزيع، نظام الإنتاج. هذا أسلوب آخر أنا تبنيته في الكتاب الذي إن شاء الله أنوي نشره حول المؤسسات المالية الإسلامية. فأنا أوزع يعني كي أسمي هذا الكتاب Comprendre l'économie islamique، فهم الاقتصاد الإسلامي.
وتوزيع الأساس نظام الملكية ونظام التوزيع ونظام الإنتاج قد يسهل أو يبسط فهم النظام الاقتصادي الإسلامي. أول القرن العشرين كانت هناك مجموعة من الأبحاث تستحق الذكر متعلقة بالاقتصاد الإسلامي وكتبات رئيسية مثل الزهراتي الإدارية أو مثل زهر الباس في بيوتات الباس. حقيقة أن هذه المراجع هي مراجع أساسية ومراجع معتمدة في مجال دراسات الاقتصاد الإسلامي، والواقع أنها تستحق أن يقف عندها الباحث ويسجلها كمراجع أساسية في ميدان البحث. جد وعقد المقارنة بين المدارس، هل هو ممكن؟ المقارنة بين المدارس الاقتصادية والمدرسة الرأسمالية والمدرسة الاشتراكية والمدرسة الإسلامية. حقيقة أن المنظومة الماركسية مبنية على منطلقات فلسفية خاصة ولا تشترك فيها، ولكن مجال المقارنة، أنا أقول لكم أنه انطلق من نقطتين أساسيتين. الانطلاقة الأولى هي التصور المعنوي، والانطلاقة الثانية هي التصور المادي. القاسم المشترك هو تصور عام للتوازن الاجتماعي، كيف يمكن أن نتصور توازنا اجتماعيا؟ هل ننطلق من معيار معنوي أم من معيار مادي؟ في الواقع أنه كاين جوج ديال التصورات في العالم، أي فكر أي كان إما ينطلق من تصور مادي أو ينطلق من تصور معنوي. التصور المادي مبني على أن المرجعية الأساسية هي العقل، والتصور المعنوي مبني على أن المرجعية الأساسية هي قوة خارج الإنسان والتي نعبرها للخالق عز وجل. إذا كل تصور إما أن تكون مرجعيته مادية وهي العقل والذكاء والفكر الاجتهادي، أو تكون مرجعيته المرجعية المعنوية وهي القوة التي خارج القوة العقلية وهي القوة الإلهية. فإذا الفكر المادي يعطي تصور مادي للحياة، والفكر المعنوي الذي يعتبر أن هناك شيء فوق الإنسان وهو الخالق عز وجل، الفكر المادي ينطلق من ذكاء الإنسان ومن ما يمكن أن يعطيه الفكر المادي العلمي للإنسان، والفكر المعنوي ينطلق من قوة خارجة. الفكر المادي ينقسم إلى فكرين: الفكر الفردوي la conception unitariste ou la conception sociale. La conception unitariste ou individualiste هي الفكر الذي أتى به النظام الرأسمالي، لأن النظام الرأسمالي هو فكر فردوي ومادي، لأنه يعتبر أن المرجعية هي الذكاء، وأنه بذكاء الإنسان يستطيع أن يحقق التوازن المجتمعي، وأن المصلحة الفردية هي وليدة إلى المصلحة الجماعية، هي مجمل المصالح الفردية، وبالتالي يمكن للإنسان أن ينطلق من المصلحة الفردية لينال المصلحة الجماعية. بالنسبة للفكر، هذا الفكر المادي الفردي، والفكر المادي الجماعي هو التي أتت به المدرسة الاشتراكية، وهي تقول أن المصلحة الأولوية هي المصلحة الجماعية، وأن المصلحة الجماعية تأتي نتيجة
صراعات الطبقية، والطبقة الغالبة هي الطبقة البروليتارية وهي التي ستتحكم في المصالح وتوزع، ولكن هذا كله يأتي من نظرة مادية للحياة. بالنسبة للفكر المعنوي نجد كذلك أن هناك فكر معنوي فردوي وفكر معنوي جماعي. الفكر الفردوي هو الذي سبق أن قلت أنه موجود في الديانات الكبرى الأربع بخلاف الإسلام، وهي التي تعتبر أن العتق بالإنسان هو مسألة فردية ولا علاقة للأمة أو للجماعة بها. والفكر الجماعي هو الذي هو الفكر المؤكد الذي يأتي به الإسلام، الذي يعتبر أن الفرد هي يدوب في الجماعة، والجماعة هي بناء للإنسان، لشخصية الإنسان ولكيان الإنسان، وأن الإنسان مركب من فرد وجماعة ومن روح وجسد، وأن هذه التركيبتين هي تكون أربعة ديال العناصر تخلق شخصية الإنسان المسلم. وبالتالي هذه كلها منطلقة من فكر معنوي، أي من تعليمات إنسانية توجيهية للإنسان. فإذا انطلاقا من هذا نقول أن الاقتصاد الإسلامي منبعه هو الفكر المركب، ومنبع الفكر المركب هو الفكر المعنوي، وأن الهدف الأسمى للاقتصاد الإسلامي هو تحقيق الخلافة الإيجابية للإنسان في الأرض، أي العمران، تحقيق العمران الإيجابي في الأرض. وبالتالي الفكر المعنوي هو الذي يطغى وليس الفكر المادي. نغض الطرف عن الحقيقة، أنا أشكر الأخ اللي قال لي أنه كاين دراسات في الأوقاف، وقع أنه كل ما ذكرته من حضارة الإسلام كان جزء منه هو الدراسات المغربية في مجال الأوقاف. كان هناك دراسة مهمة في الأوقاف في مكناس، كانت دراسة ديال الشيخ الناصري، كاين كتابات ديال المستعمرين جوزيف ليسيوني حول الأوقاف، تاريخ الأوقاف في المغرب. إذا كانوا يعني كاين كتابات مهمة جدا، ولكن للإجابة على السؤال كذلك من هي القراءات الشرقية التي ساهمت في التكوين، وقع أنه كاين جزء من القراءات لسامح حمود لمجموعة من الباحثين المصريين، الأخ دكتور نجار اللي هو كان مؤسس للبنوك الإسلامية في مصر، كاين كتابات لمجموعة من الباحثين المصريين، كاين مجموعة من الكتابات لباحثين باكستانيين منهم أشيخ خان، منهم عمر شبرا، منهم مجموعة من الكتابات بالإنجليزية وأحيانا مترجمة بالفرنسية. كاين مجموعة من الكتابات نشرت في كتاب عندي الآن سميتو أنسيكلوبيديا إيكونوميكا لمجموعة من المدراء ومن الموظفين السامين في البنوك الإسلامية، نشروا مجموعة من المقالات حول المعاملات الإسلامية بالإنجليزية في هذه الكتيب الكبيرة اللي هي هو مجموعة من المقالات لمدراء المقاولات البنوك الإسلامية واللي كتبوا فيها في موضوع تسيير البنوك وموضوع الاقتصاد الإسلامي، حتى هي غنية بالمعلومات. كاين الندوات التي نشرت والتي وزعت علينا بعض المطبوعات ديال هذه البنك الإسلامي للتنمية، وأغلبها تصب في ميدان المعاملات الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، ووزعت علينا في كل ندوة النشرات السابقة. والحمد لله جمعنا مجموعة من الوثائق، وعندنا مكتبة ديال الجمعية في الرباط
كتابة لا بأس بها، فيها حوالي 500 مرجع، 500 كتاب، وهي لا بأس بها. جملة من جملتها ما وزع علينا من طرف البنك الإسلامي للتنمية، وهي كذلك بالنسبة لنا ساعدت في تكوين في مواضيع أو في تهيئ مقالات وفي نشرها كذلك. كاين الآن في الإنترنت مجموعة من المقالات التي يمكن استقاؤها من بعض المحطات في الإنترنت، منها إسلام أونلاين، منها محطات تهتم بالاقتصاد الإسلامي، وتقوم بمقالات لباحثين نجهلهم لأنه لا نعرفهم بشكل كبير، ولكن أحيانا باحثين غربيين، منهم واحد الكندي سميتو الآن تمشي عليا، كان جا المغرب وكان كتب على فينانس إسلاميك، ولكن انتقدته كثيرا لأنه يجهل بعض الجوانب، ولكن أعطى قراءة نقدية للمالية الإسلامية، منها مقالات كتبت في جريدة الموند حول لا فينانس إسلاميك، ونشرت منها مقالات كتبت في مجازين في ماروك مجازين وماروك هبدو، وهذا نشرت مغربية حول انتشار المالية الإسلامية، منها لومون ديبلوماتيك نشر مقالات مهمة حول لا فينانس إسلاميك وحول انتشار المالية الإسلامية. إذا كان مجموعة من المصادر، والمهم أن الباحث في الاقتصاد الإسلامي يدخر في خزانته الشخصية أكبر عدد ممكن من المقالات لكي يستعملها كوسيلة مقايضة مع الباحثين الآخرين، يقول لهم أعطوني المقالات ديالكم نعطيك المقالات ديالي، وفي كل مناسبة يقع إغناء الكل في هذه المقايضة، الضحك اللي تيوقع تنستغلو في المجاشي باحث تيبحث تقول له عندك شي مقالات وأعطيني التصويرة ديالهم ونعطيك أنا حتى أبحث، ولا شك أن غادي يصيب عندي يمكن أكثر من أبحاث مني نصيب عنده، ولكن بالنسبة لي تنستغل الوقت اللي بحث فيه تنبحو أنا، ما تنحتاجش نبحث في ذاك المقالة تنبحث في مقالات أخرى، وبالتالي توفرت الحمد لله مجموعة من المقالات التي سأضعها إن شاء الله قريبا، رهن إشارة المؤسسة ديال البحث ديالكم لتكون نواة لتأسيس بنك للمعلومات وللبحث العلمي في مجال الاقتصاد في وجدة، حتى لا يكون طلب الباحثين في وجدة مضطرين بشكل مباشر إلى الانتقال إلى الرباط للبحث في هذا المجال. وهناك كذلك هدف تزويد كلية نفسها بهذه المقالات. جدوى السلطان هو رأس المال حسب ابن خلدون، لا شك أن رأس المال شيء كبير، ولكن ابن خلدون تكلم كذلك عن العمل، قيمة العمل، لأن رأس المال لكي يتكون لابد أن تسبقه جهود عمل، وجهود عمل لابد أن يسبقه جهود تكوين، وبالتالي التكوين في الواقع تكوين الإنسان هو رأس المال الحقيقي، لأن تكوين الإنسان هو الذي يكون أو يغني العمل، عندما يكون العمل غنيا ينتج الإنسان داخل المجتمع العفو، يعني الفائض لو سوربلس، والرأس المال لا يتكون إلا من الفائض لو سوربلس، ولهذا هذه العملية التكوين هي أساسية. والاقتصاد الإسلامي يركز أساسا على عملية التكوين. دمج المقارنة الشرعية والاقتصادية، كيف يمكن أن نوفق في ذلك؟ شعبة الدراسات الإسلامية في كلية الآداب المفروض أن تستعين، والحمد لله هذا خبر مريح وجدير
باعتباره نموذج إيجابي هو أن يكون إنسان اقتصادي يدرس بشكل مستمر في شعبة الدراسة الإسلامية. في الواقع أن شعبة الدراسة الإسلامية يجب أن تستعمل اختصاصيين في مجال الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، وشعبة الاقتصاد في كليتنا يجب أن تستعين بأساتذة شرعيين. ولكن بما أن شعبة الاقتصاد الفرنسية، هل الأساتذة الشرعيين يمكن أن يدرسوا بالفرنسية؟ هذا التساؤل. يحتاجون إلى التدريس بالعربية والطلبة. مازال ما وصلنا لهذا المستوى الوعي بشري. ولكن هناك مبادرة الآن هي أن ماستر موني فينانسي بانك كلية الحقوق عيط لي أنا باش نقري المالية الإسلامية. وهذه يعني بالنسبة لي أنا تورع في الفكر الاقتصادي في كليتنا. أول مرة تطلب شعبة البنوك من أستاذ يبحث في الاقتصاد الإسلامي أن يدرس هذه المادة وهذا الاختصاص مع بطبيعة الحال تسمية عمومية حتى لا تثير أي حساسيات، ولكن ما تهمش. وهذا شيء جديد، واهتمام الأساتذة بالبحث في هذا المجال، واهتمام الشعبة طلبة وهذا بالبحث في هذا المجال. فإذا هذا نموذج في كلية الحقوق في أكدان، أتمنى أن يتبع هذا النموذج كلية أخرى لكي يكون لطلبة السلك الثالث على الأقل إمكانية للبحث في مجال الاقتصاد الإسلامي وللتكوين في مجال الاقتصاد. يعني باش يوصلوا للبحث لابد أن يكون هناك تكوين. بعض المؤسسات في العالم العربي وصلت إلى إدماج التكوين الشرعي والتكوين الاقتصادي، وكذلك في باكستان. فهذه الازدواجية، باكستان عندها كلية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي. ماليزيا لا شك عندها مؤسسات وتكوين مزدوج في المالية الشرعية والجانب الشرعي والجانب العصري. احنا مازال ما وصلناش للمستوى هذا، لأنه كلية العلوم الشرعية في تطوان وفي فاس ودراسة الحسنية، دار الحديث الحسنية النموذج ديالها غريب. دار الحديث الحسنية المدير السابق ديالها الأستاذ النبهان الأطروحة ديالو دارها في الاقتصاد الإسلامي. الأطروحة ديالو لازالت وأتذكر يعني عندي نسخة منها، هي الفكر الجماعي في الاقتصاد الإسلامي. أطروحة مهمة جدا، لا كونسيبسيون سوسيال دون ليكونومي الإسلامية. ومع ذلك اللي كان هو مدير، كانت كل المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي المطروحة من طرف الطلبة يقعوا إلعادها ويرجعون إلى المواضيع العتيقة، يعني الموضوع ديال فقه العقاب أو فقه الردع أو فقه، يعني مواضيع يعني بعيدة عن المشاكل المعاصرة الحالية بالنسبة للعالم الإسلامي. لماذا؟ لأنه الاقتصاد الإسلامي تخوف، لأنه فيه تكوين معاصر وفيه نظرة معاصرة للنموذج المجتمعي الذي يمكن أن يتبلور في العالم الإسلامي، واللي من ناحية السياسية يحدث نوع من الحرج السياسي. الشيء هذا كان يقع المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي كان يقع إبعادها، بل أكثر من ذلك دار الحديث الحسنية وقع جلب خبير بين قوسين إيراني أمريكي من لاسيا هو اللي غادي يدير البرامج ديال دار الحديث الحسنية. واحدة من الغرائب الغير طبيعي. فإذا لابد أن نراجع وأن نطرح هذه الأسئلة لكي نراجع تكويننا، كيف استفدنا من المجهود الفكري والعلمي في هذا المجال
الذي سبق أن وصلنا في المغرب إلى إنتاج بعض النظريات. ما وصلنا جد ما وصلنا شيء هذا الحد، ولكن وصلنا إلى بعض الاجتهادات في مجال اعتبار أنه يمكن أن نقوم بمؤسسات تجارية استثمارية بمنظور إسلامي من منطلق القوانين المتواجدة في المغرب، أن نكيف المعاملة المالية الإسلامية بما هو متواجد من ناحية القانونية، حتى لا يكون تكون هذه المؤسسات مخالفة للقوانين المغربية. وهذا في حد ذاته اجتهاد كبير وابتكار، ودليل على أن الإرادة لمجموعة من الأفراد يمكن أن تحقق مؤسسة مالية إسلامية استثمارية بالمعطيات المتواجدة في السوق من ناحية قانونية، في انتظار أن يكون هناك طموح لتأسيس مؤسسات بنكية إسلامية. متى يقوم بنك إسلامي في المغرب؟ سيقوم بنك إسلامي في المغرب ما دام هناك مغاربة يطالبون بشكل مستمر لتأسيس هذه المؤسسة. ماذا حق كان من ورائه طالب؟ ما دمنا نحن نطالب بأساليب حضارية وبأساليب فكرية وبمقالات وبكتابات وبممثلين للمغاربة في البرلمان وبنشاط وندوات داخل أوساط رجال الأعمال في الدار البيضاء وفي الرباط وفي وجدة وفي مختلف المدن، وما دام أن هناك ندوات ونشاط ثقافي في المعاهد العليا حول موضوع المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية، وما دام هناك شعور بأن هناك نخبة تهتم بهذا الجانب، فلا بد أن إن آجلا أو عاجلا سيكون هناك تأسيس للبنوك الإسلامية. وثق بي أن المقتنعون أكثر بأن هذه المؤسسات ستكون قريبا هم رجال الأعمال في الدار البيضاء. لا تتصورون مدى القناعة عند هؤلاء، فيقولون نحن نهيئ لبنوك إسلامية مستقبل المستقبل القريب، ويقولون لنا لا تشكوا في هذا. وما تقنعون بأن وراء المسألة مسألة وقت ومسؤولية تهيئ، ويهيئون أنفسهم لذلك، وهذا من الأشياء التي تجعلنا متفائلين. كيف يمكن الالتحاق والمشاركة في الجمعية؟ بالتواصل مع جمعيتكم التي هي بعلاقة مباشرة مع الجمعية، جمعية الدراسات الإنسانية. ولا شك أن هذه الجمعية ستكون صلة وصل بيننا وبينكم في مجال التعاون الجمعوي، في مجال البحث وفي مجال تنشيط البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي. هل هناك فكرة لإعادة إحياء مجلة اقتصادنا؟ في الوقت الراهن لا، ولكن الفكرة ليست بعيدة يعني مدى تهيئة الظروف لذلك. هل يمكن إعطاء شيء نظري للاستشراف القادم؟ يعني التصور نظري للاستشراف. الاستشراف هو المعطيات الحالية تؤكد على أن الاتفاقيات المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا ومع الاتحاد الأوروبي بشكل ثانوي ستفرض علينا تأسيس البنوك الإسلامية في المغرب، لأن هذه الاتفاقيات ستفتح الباب مجالا كبيرا للمنافسة في مجال البنكي والمالي، وبالتالي لا مناص لنا من مقاومة هذه المنافسة الخارجية لتأسيس مؤسسات مالية إسلامية لها حظ أوفر لقطع الطريق على المنافسة الدولية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أشكر الأستاذ المقتنع على هذه المداخلة، ولا شك أن كثير من